صباح المورنينج، يلا نعمل بقى اللانش بوكس تبقى زلطايه مليئه بالظبط كده. فتحت بقى درج التلاجه اللي هو تحت على اليمين دوت، لقيت بقى في شويه الرنجات دي، فتحت بقى الكيس من هنا وريحه الرنجه بقى فارتت في المكان كله كده، فارتت كله. احنا هناخد بقى ايه، نبقلش الرنجه دي، ناخدهم لوكشه واحده كده. لقيت برضو شويه بصل بنفسجي، برضو ننزل بقى اسماك الرنجه تعمل شويه درايفنج كده في الميه. يلا بينا بقى نشوي اسماك الرنجه العنيده دي، هنخليها بقى ايه مبخره، هنخليها بقى ايه جبنه مدخنه. يلا بينا بقى على الجزء الثاني. يلا بقى الجزء الثاني، ننزل بقى باول حاجه كده ايه بالبطارخ المبطرخه دي، ونخلخلهم بقى بشويه الخل المتخلخل ده، الخل ده فينيجر جدا. افتح بقى اللانش بوكس كده ونعمل بقى شويه سنتوشتات كده ايه في الخفيف خفيف، هنحط بقى شويه الرنج عليها شويه البصل اللي بنفسجي ده، ونغلق السنتوشتايه دي. مش سنتوشتايه دي، حته جاتوه سواريه، حته جاتوه اللي هو الملفيه ده، بس حته جاتوه بلاك فورست. لا ده جاتوه، ده جاتوه من سندوتش رنجة ده. نحط بقى شوية اخضريكة كده وشوية اصفر، الريحة خطيرة خطيرة. ما تنساش بقى تقولي تدي اللانش بوكس دي كام من 10. ازلط ازلط ازلط.